عملت ازمه معاها لجنه اعلاميه. صباح الخير، صباح النور، وحلقه جديده من برنامج دردشه سريعه. حلقتنا النهارده حلقه مميزه لان ضيفنا ضيف مميز. ضيفنا النهارده الناقد الرياضي بجريده الاهرام الاستاذ عبد الشافي صادق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا صاحبي، منورني يا فندم. الله يخليك، كل سنه طيب. شرف ليا وجود حضرتك معايا. الله يخليك، شرف ليا طبعا. انا اشكرك على الدعوه الكريمه واعرفش نادي صحيت ولا لسه. اكيد اكيد صحيح. اكيد اه صحيح. لا هي كلمتني. هي طبعا عايز تعمل مداخله وعايز تتكلم بقى انت، انا سيبها لك. هي اهلاويه. اه انا سيبها لك انت. قبل ما اخش في بنفتح موضوعنا، وهنفتح طبعا اكثر من موضوع، في نقطه عايز اتكلم اهوت فيها. هي نقطه بتمثل لي حزن بصراحه. بفتره قريبه مش بعيده كانت جميع دول افريقيا وجميع العالم كانت بتعرف في الاخبار والمعلومات من الصحف المصريه والمواقع الالكترونيه المصريه والقنوات الاعلاميه المصريه. حاليا احنا بناخد معلوماتنا من الصحف المغربيه والمواقع المغربيه. ما عادش احنا لغايه وقت قريب قوي كان كل مصادر الاتحاد الافريقي تطلع من السوشيال ميديا المصريه. حاليا لا. ده ايه اللي حصل؟ ده ليه كده يعني؟ ايه اللي خلى المغرب هي اللي تتفوق في السبق الاخباري وبناخد معلوماتنا من الصحف المغربيه؟ طيب خلينا نتكلم في الموضوع ده. اولا الاتحاد الافريقي ده فكره مصريه، وانشاته ومصر واثيوبيا والسودان هم اللي اسسوا الاتحاد الافريقي. كان اول دستور اتعمل سنه 57، ثم بعد كده الاتحاد الافريقي طبعا كان من دستوره ان مقره يبقى في مصر، دستور الكاف. المقر حاليا وما زال المقر في مصر. ثم اتغير الدستور بعد كده لما جاء عيسى حياته، واتعملت حاجات كتيره منها البيزنس ومنها حاجات كتيره. لكن ان اخبار الكاف ناخدها من المغرب ده ليه اسباب كتير. دي معلومه حقيقيه الحقيقه الاول كان على فكره اخبار الاتحاد الافريقي. احمد كان عايز ينقل كمان المقر الاتحاد الافريقي من القاهره ينقله المغرب، عشان هو متجوز مغربيه، وغير كده انه عايش في المغرب. فما قدرش يعمل ده، والدوله المصريه كانت صاحيه ويقظه لتصرفات احمد المتهم بالفساد. مش كلام انا، ولكن كلام ده كلام الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي لكره القدم، وكلام كمان القضاء الفرنسي اللي تم القبض عليه بتهم الفساد ورشاوي واستغلال نفوذ وتعاقد مع شركات ومصالح، حاجات كثيره جدا متهم بها احمد اللي في خلال 4 سنوات استغل الاتحاد الافريقي في مصروفات غير مبرره. يعني لو قلت لك احمد كان يكلف الاتحاد الافريقي 3 مليون دولار في السنه. بنزين عربيته في مدغشقر كان على حساب مش عربيه واحده لا هي اسطول عربيات. اسطول عربيات كان على حساب الاتحاد الافريقي لكره القدم. يروح يعمل عمره على حساب الاتحاد الافريقي لكره القدم. كمان وصل بيه الامر انه فسخ عقد من طرف واحد مع لاجاردير، ودي القشه اللي قسمت ظهر البعير. ده مش موضوعنا، لان هناك قضايا مرفوعه. هو يقال ان كان ليه صديق في الشركه المنافسه لشركه لاجاردير، فعشان كده فسخ التعاقد من طرف واحد، عشان وتعاقد بسعر اغلى مع سعر اقل، مش اغلى، مش بسعر اقل، ما فيش سعر كمان. هو لاجاردير تعاقدت سنه 2017 لمده 12 سنه، كان اللي تعاقد معاها عيسى حياته. ده كان فساد خاص بيه هو، ان جاب شركه باع لها لمده 12 سنه حقوق البطولات الافريقيه، كاس امم، دوري ابطال، كونفدراليه، باعها لها لمده 12 سنه مقابل مليار جنيه، مليار دولار في 12 سنه، مليار دولار، يعني مليار السنه الواحده اقل من 100 مليون دولار. في الوقت انك انت عندك كتير قوي من البطولات تجيب لك ارباح وتجيب لك فلوس اكتر من كده. وده كان برضو من الحاجات اللي عيسى حياته دفع ثمنها، وكان لازم يتحاسب ويتعاقب ويتحاكم قدام اي محكمه من المحاكم، خاصه المحكمه المصريه. لانه اتعامل بالاحتكار منها قنوات الجزيره لما دخلت، او قنوات بين سبورت لما خدت البطولات الافريقيه حصريا. ده عيسى حياته. لكن احمد كان راجل ضعيف، وكان برضو تعلم الفساد لانه هو تلميذ عيسى حياته.
احنا كلنا توسمنا فيه خير، وانا اول واحد توقع، انا اول واحد فعلا توقع ان احمد احمد هو اللي هيجي في الوقت اللي كان فيه اعضاء من اتحاد كره القدم موجودين في اديس ابابا اثناء الانتخابات، وقال عيسى حياته يكتسح. ومصر انا كنت موجود ساعتها في ذات شباب الرياضه، شباب الرياضه، وقلت احمد احمد هو رئيس الكاف، لكن اكتشفنا بعد كده هو راجل فاسد بقرار من الاتحاد الدولي. وفاطمه سموره، فاطمه سموره هي اللي اكتشفت ان في فساد بدات بيه. وراح المصطفى فهمي. طبعا عمرو مصطفى فهمي، عمرو مصطفى فهمي الله يرحمه، الله يرحمه. برضه من الناس اللي كان ليها دور اللي بلغ الاتحاد الدولي. اللي جانب ده كله، هناك عاوزين نوصل الاجابه على سؤالك. الاجابه على سؤالك ان المغرب ليها مندوب قوي جدا اسمه فوزي لقجع، الشاب فوزي لقجع الذي يبلغ من العمر 38 سنه الصغير، اللي هو يعني بسرعه صعد بسرعه الصاروخ في الرياضه المغربيه، ووصل لرئيس الاتحاد المغربي او الجمعيه المغربيه لكره القدم، ووصل الى النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، ولكن نائب له ثقل، هو الذي يدير وهو الذي يتحكم، قلت هو الذي يصدر الاخبار. هقول لك بعض الاخبار. اولا تاجلت، لو رجعنا دوري الابطال الافريقي اللي انتهى اللي فاز بها النادي الاهلي، مباراه الاهلي والوداد اتاجلت دون علم النادي الاهلي ودون علم اي حد. اتاجلت قبل ايه؟ قبل الاتحاد الافريقي ما ياخد القرار. كان الزمالك والرجاء، والزمالك والرجاء، الزمالك والرجاء، لا ودور والدور يعني غير دور قبل نهائي دور الثمانيه، مباراه اتاجلت بما يتفق مع الدوري المغربي قبل الكاف ما ينعقد. واقول لحضرتك معلومه ياخد القرار، الكونفدراليه، والكونفدراليه لما خد بيراميدز عشان يخلص منه ولعبوها في المغرب، واللعبه في المغرب عشان فرقتين، عشان ما هو كان نهضه بركان، كان في، وحاليا مين هي نهضه بركان؟ ما انا اقول لحضرتك برضو حاجه تانية برضو، يعني اللي انا مستغرب لها برضو ان نهضه بركان رفضت ان هي تلعب السوبر بعد ما كان مقرر ان هو يتلعب في القاهره، رفضت ان هي يتلعب ثلاث لاعب الاهلي في السوبر الافريقي في القاهره ويتنقل لقطر. لا ما حضرتك، لا نوضح للناس، مش هتفق على كلامك ده. اولا هو في قطر شاري حقوق السوبر، بس كان الاختلاف خلاص، كان في خلاص يا زحمه اسمح لي ان انا اوضح للناس عشان تبقى الصوره واضحه. ماشي. اولا القطريين واخدين حق السوبر مده 3 سنوات، تمام، 3 سنوات عشان السوبر يقام في قطر، تمام. اقيمت منهم سنتين، تمام. منهم الزمالك لما لعب النهارده فاز على الترجي، ومنهم الترجي لما فاز على فاز بالبطوله في قطر، باقي بطوله واحده بس. الاتحاد الافريقي خد قرار بان كاس السوبر مع الاهلي ونهضه بركان هنا في القاهره. الله يفتح عليك. فجاه نهضه بركان قال لك مش هلعب. مش هلعب. ولا بد من الالتزام بالبروتوكول الموقع بين الاتحاد الافريقي والاتحاد القطري لكره القدم. ايه البروتوكول؟ ان باقي بطوله. طب ايه اللي حصل؟ عشان اشرح للساده المشاهدين عشان يعرفوا الحقائق. اشرح بقى للساده المشاهدين بعد ما ناخد المكالمه الهاتفيه دي. الو؟ الو؟ الخير يا استاذ احمد. استاذه ندى، معانا الاستاذه ندى النحاس رئيس قسم الرياضه بجريده ايجيبت. منوره الدنيا يا استاذه ندى. ده نور حضرتك. صباح الخير استاذ عبد الشافي صادق. صباح الفل يا ندى، ازيك؟ اخبارك ايه؟ صباح الخير يا استاذ. الحمد لله يا استاذ عبد الشافي، نور الدنيا. الله يخليك، تسلمي يا ندى. المكالمه دي ليك انت بقى، فانا اسيبك معاها. لا لا لا، اتفضلي اتفضلي. حضرتك اخبارك ايه؟ انا الحمد لله والله. بنتكلم في الفساد في الاتحاد الافريقي والسوبر الافريقي المفترض ان الاهلي والنهضه بركان هيلعبوه في مصر، بعد كده فجاه تم الغاء القرار. بس انا بشرح للاستاذ احمد سبب الغاء القرار، مش كده، في بروتوكول موقع بين الكاف وبين قطر. جميل. فانت بقى المهم عندك، المهم بس زي ما اتفقنا. ايه؟ الو؟ المهم زي ما اتفقنا، المهم بس حضرتك ما تجيش جنب الاهلي خالص. لا ليه؟ هو الاهلي على راس وريشه يعني ندى ولا ايه؟ ما هو الاهلي نادي مصري يعني، مش نادي، ولا انت هتعملي زي حد طلع قال لك اصل النادي الاهلي هيلعب في دوري ابطال اوروبا؟ لا 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 لا، ده طلع في قناه الاهلي قال لك النادي الاهلي هيلعب، مفاجاه ساره لكل جمهور الاهلي في العالم، النادي الاهلي هيبقى يلعب يشارك في دوري ابطال اوروبا وهينافس الانديه الاوروبيه. قيله في الكاف، في قناه النادي الاهلي هذا الكلام، قيله في قيله في قناه النادي الاهلي. ده مين اللي قال الكلام ده؟ رئيس قناه النادي الاهلي. اه ايه؟ تعالي انت عليه بصفتك اهلاويه. كومنتك ايه يا استاذه ندى؟ لا نعم، كومنت بتاعك ايه؟ ردك ايه على الاستاذ عبد الشافي في النقطه دي؟ الاستاذ عبد الشافي؟ اه الرد بتاعي على استاذ عبد الشافي؟ لا على الكلام اللي اتقال، مش انا، انا ما قلتش. اه على الكلام. بص النادي الاهلي، اي الرياضه يا نادى، خليني اكلمك، الرياضه في مصر ليها جناحين، أنا جناح الزمالك وجناح الاهلي.
لو أيوة. اي جناح فيهم متاثر هتاثر الرياضه المصريه. ده رايي في بس في في القطبين الكبيرين. هو انا عايزه اضيف حاجه بعد اذن حضرتك. اتفضلي. هو احنا ليه لكن دايما في دوري ابطال اوروبا دي كانت يعني غير مصدقه يعني حاجه بالخيال يعني. دعابه دعابه. طيب لا مش دعابه ده اتعمل برومو. جميل بس ليه دايما الجدال والجدل على الاهلي والزمالك؟ يعني ليه دايما الجدال والجدل؟ هم بيمثلوا القوى الشعبيه يعني يعني ايوه يعني ليه ما فيش مساحه للنوادي الاخرى؟ يا ندى الاهلي والزمالك اكبر قوتين جماهيريتين في مصر والعالم العربي. لا طبعا حاجه اكيد طبعا انا عارف حاجه لازم الضوء يبقى عليهم. هو يعني اي لاعب يلعب في الاهلي او الزمالك هو الاكثر شهره. ما اقصدش كده يا استاذ عبد الشافي. انا عارفه طبعا وكلنا عارفين الاهلي والزمالك هما ناديي القمه والتنافس الجميل اللي بينهم بيعمل تناغم جميل جدا بين الجماهير الاهلي والزمالك ودي حاجه كويسه جدا. يعني انا بتكلم على التنافس الايجابي مش السلبي. ده طبعا حاجه جميله جدا والتنافس احيانا بيخلق بطولات جميل أكيد. ولكن انا بقصد حاجه ثانيه. انا طبعا يعني بعيدا عن ان انا اهلاويه المهنيه ما فيهاش اهلي وزمالك. ده انا عايز اقول لك عليه وانا ما اعتقد ان احنا متفقين على هذا الراي. يعني طبعًا. طبعًا. كنت بكلم كابتن محمد صلاح كنت بعمل معاه حوار فوانا بكلمه بقول له برغم ان انا اهلاويه ولكن صلاح محمد صلاح بتاع الزمالك مش محمد صلاح بتاع ليفربول. محمد صلاح مدرب الزمالك السابق ده استاذي طبعا. فبقول له برغم ان انا اهلاويه ولكن لسه هكمل ما خلينيش كملت الجمله وقال لي لا غلط. فقلت له ليه؟ قال لي انت كصحفيه او كاعلاميه لا يصح انك تقولي جمله انا اهلاويه او انا زملكاويه. انتمائك ده حاجه تخصك انت ما ينفعش انها تدخل في شغلك. يعني الشغل بعيد عن الانتماء تماما. دي حاجه خاصه بتبقى داخل الاعلامي او الصحفي ملهاش علاقه بشغله عشان لا تؤثر على ارائه ولا تؤثر على اراء اللي بيقراوا له. يعني فاحترمته جدا. بص يا ندى الانتماء ده اختيار انت ده انتمائك بس ملوش علاقه بعملك لان عملك ده ملك الناس وملك الجماهير. انتمائك من حق اي حد في الدنيا ينتمي يبقى اهلاوي يبقى زملكاوي يبقى ترسناوي يبقى اتحاد. محدش ليه سلطه انت لماذا انتميت. لان في بعض المرضى النفسيين يقول لك اصل ده اهلاوي اصل ده زملكاوي ده مريض نفسيا لا لا لا. ده لازم يروح يتعالج. لكن الانتماء ملوش علاقه بالعمل. في ناس بتحلل الشخصيه لا اكيد طبعا كان اهلاوي اكيد طبعا الانتماء ملوش علاقه بالعمل. والاهلي والزمالك نادي قمه وجماهيرهم من الجماهير الجميله اللي بتعمل حاله من حالات اللي يعني بتخلي كده في روح اللي هو عامله للرياضه نفسها او للكوره روح حلوه قوي. طب وانت زعلت امبارح لما الاهلي تعادل مع البنك الاهلي؟ انا بتكلم يا ندى. ايوه طب يعني انت نمتي مش مستريحه امبارح عشان الاهلي تعادل مع البنك الاهلي؟ لا انا مش عايزه ادخل في لا بس هو جون الاهلي جون حقيقي على فكره. لا بس هو معلش ما هو الاهلي والاهلي برضه الاهلي والاهلي الشناوي قال لك لا مش حقيقي طبعا. لا البنك الاهلي لما نيجي نتكلم على التحكيم يبقى نجيب حد من التحكيم. بس في خيبه تحكيم لا مش مشكله برضه. هم اصل برضه استاذ عبد الشافي هم لسه برضه فرقه جديده فاحنا بنحاول برضو نطمنهم ونقول لهم الدنيا امان عشان الناس ما تخافش ويبداوا يلعبوا بحماس. يعني انتمائك ظهر عليك اهو. دي فرقه جديده برضو. أيوة احنا لازم انتمائك ظهر عليك لكن بدل انت ما تشيدي بمحمد يوسف ابن النادي الاهلي اللي قدر ازاي يحفظ او يبقى عنده المقدره على التعامل مع بطل افريقيا ونشد ايده لان بيلاعب بطل افريقيا. طب استاذ عبد الشافي يا استاذ عبد الشافي حضرتك كان في حاجه المفروض هتطلع تقولها هتقولها ولا هنعمل ايه؟ براحتك قولي اللي انت عايزاه يا ندى. انت احنا اتفقنا ان حضرتك هتطلع تقول الاهلي عسل وسكر وحلويات. لا يعني بص عسل وسكر حلويات ده بالنسبه لك انت. انا بالنسبه لي الاهلي مؤسسه كرويه جناح من جناح الكره المصريه مع نادي الزمالك. الاهلي عندما يتاثر الاهلي تتاثر الكره المصريه عندما يتاثر الزمالك تتاثر الكره المصريه. ده انا بالنسبه لي احنا بنشكرك يا استاذه ندى على المداخله الجميله دي ويا ريت تتكرر تاني معاكي. وشكرا لوقتك وشكرا لاتصالك الجميل ومناقشتك مع الاستاذ عبد الشافي استاذنا الكبير. نرجع اكمل بس اللي هو موضوع السوبر. فنهضه بركان قال لك انا ملتزم بالبروتوكول اللي بين الاتحاد الافريقي والاتحاد بس كان يا فندم اتخذ قرار اوريدي ان السوبر يتلعب في عشان الاتحاد الافريقي كان فوضى وضربه عشوائيه. الاتحاد الافريقي الانتخابات الجايه يا اما يبقى اتحاد افريقي
محترم قوي، يا اما يبقى يتحول للفوضى وعشوائيه. فعشان كده بقول لك فوزي لقجع اللي هو رئيس رئيس الشرف النادي نهضه بركان شاف ان اقامه السوبر في مصر في نوع مش مفيد بالنسبه لفريقه. طب هو ليه؟ طب الاتحاد الافريقي تاني، ليه الاتحاد الافريقي قال لك البطوله في مصر؟ لان الاتحاد القطري بعت الاتحاد الافريقي قال له في الفتره دي اللي هيقام فيها السوبر، قطر عندها ارتباطات كتيره جدا، زي عندها كاس العالم للانديه، عندها بطولات وديه بتفتتح ملاعبها عشان كاس العالم، حاجات كتيره مرتبطه بيها، فما عندهاش وقت. ارجو من سعادتك يا اما البطولات تقام في دوله تانية، يا اما تاجلوها لوقت اخر عشان نقدر نوفر وقت مناسب لل بالظبط كده. فالاتحاد الافريقي خد على طول القرار ان السوبر في مصر، شيء طبيعي ان يعترض نهضه بركان. انا مش الدفاع عن نهضه بركان، ولكن فوزي اللقجع هو الرجل القوي، هو اللي يقدر يغير الموعد، والدليل ان كاس السوبر اتاجلت لاجل غير مسمى. طب ايه دور اتاجلت لغير مسمى ليه بقى؟ ايه دور الكابتن هاني بريده فينا؟ ولا حاجه ولا حاجه. كابتن هاني بريده منذ ان دخل الاتحاد الافريقي على مدار 20 سنه لم اراه انه قدم شيء للكره المصريه. خلينا نتكلم بصراحه، يعني لو اتكلمت على محمد روراوه، وانا التقيت محمد روراوه في الجزائر في العاصمه الجزائريه، خدم الاتحاد الجزائري، قدم للكره الجزائريه لم يقدمه احد. صح. التقيت طارق البشماوي في تونس، وصديقي وديع الجريء رئيس اتحاد تونسي لكره القدم، اللي على فكره لازم نبارك له وديع الجريء ان هو اول واحد يفوز بمقعده في الكاف بالتزكيه، حتى الشرح ضده اللي هي ممثله عن شمال افريقيا. فاللي انا عاوز اقوله ان الناس دي خدمت منتخباتها، خدمت الكره عندها، كره بلدها، الرياضه في بلدها. ففوزي لقجع بيخدم الكره المغربيه، بدليل فوزي لقجع لما عمل النظام الاساسي لاتحاد الكره المغربيه، وفي حاجات غير متفق عليها مع الفيفا، يعني لا تتماشى مع ظروف المغرب. كلم الفيفا قال له خلاص اعمل اللي انت عايزه، احنا عندنا هنا ازمه، احنا لغايه دلوقتي لجنه ورا لجنه، بدات خماسيه ودلوقتي دخلنا في ثلاثيات نجيب محفوظ. فاللي انا عاوز اقوله لك يا استاذ احمد ان فوزي لقجع هو الراجل القوي، هو الذي يدير الكاف الان، مع احترامي لعموري الكونغولي القائم برئيس الاتحاد، القائم باعمال رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد بعد الاطاحه باحمد احمد ومنعه من ممارسه اي نشاط ليه علاقه كره قدم بتهمه الفساد. عموري يدير ال يعني الكابتن هاني بريده قال انا مش هترشح في وجود الكابتن احمد احمد، هل ما هو دي طب عاوز اساله دلوقتي، ما رايك يا كابتن هاني بعد اتهام احمد احمد ان هو فاسد؟ حد يطلع يقول لنا. نطلع فاصل ونتواصل، نرجع فاصل، نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معنا. الانسان اللي قدامكم ده يا جماعه بجد على قد المعروف، فعلا مهندس شاطر، كمان على المستوى التعامل وانت بتتعامل معاه فيس تو فيس كده حاجه بجد بجد، ده اكتر حد، اكتر حد وقف معانا وقف جنبنا وعشان يظبط لنا البيت من اوله لاخره. علي الزناتي فعلا اسعاره وهميه جدا جدا، بجد محترف قوي في شغله، فعلا شغل بروفيشنال. انا حابب اشكر مين؟ علي الزناتي، الراجل ده شاطر جدا جدا جدا، واسعاره ارخص من السوق بالالوفات، يعني لو انت بتعمل مثلا حاجه في السوق بثمنها كذا عنده هتلاقيها ارخص كتير جدا، وبيقدر ان هو يقسط لك ويعمل اي حاجه نفسك فيها. من الاخر الشخص ده وفر عليا فلوس كتير جدا، وكمان يا جماعه بيعمل حاجه جميله جدا، بيعمل خصم على كل منطقه فتره. كل الناس اللي عايزه تجدد بيتها او تعمل بيتها من اول وجديد، او كل عريس وعروسه مثلا جابوا بيت وعايزين يعملوا ديكور وعايزين يظبطوه، فعلا اسعاره وهميه. ورجعنا بعد الفاصل مع الاستاذ عبد الشافي صادق رئيس قسم الرياض بجريده الاهرام. لا لا انا الرياضي، انا لا لا انا مدير تحرير الاهرام الرياضي، مدير تحرير جريده الاهرام الرياضي قسم الرياض. مصطفى محمد، بص مصطفى محمد موهوب فعلا، رئيس نادي سانت اتيان هو اللي طلع مع عمر ربيع ياسين. السؤال بص يا استاذ احمد، علينا ان يعني ناخد الموضوع من اوله. مصطفى محمد موهبة كروية، وواحد من لا جدال في المسألة دي، وان واحد من المهاجمين اللي احنا كنا بنتمناهم في الكرة المصرية، افضل مهاجم في بالظبط. لكن مصطفى محمد عاوزين ننصحه، يا مصطفى ما تمشيش ورا حد،
يا مصطفى ركز في شغلك، ركز في كرة القدم، لو ما ركزتش في كرة القدم مش هتبقى مصطفى محمد اللي مكسر الدنيا ويحترف ويبقى واحد من نجوم العالم. بص على محمد صلاح دلوقتي واحد من اهم ثلاث لعيبه في العالم. انا بقول له النصيحه دي علشان ياخد باله ان هو لسه صغير. تمام. الحاجه الثانيه في حاجه اللي انا بتكلم فيها، هل فعلا ظهور سانت رئيس نادي سانت اتيام فعلا؟ احكي لك يا استاذ احمد. ماشي طب اتفضل. احكي لك يا استاذ احمد. ماشي. سانت اتيام بالفعل اتكلموا او بعتوا بعتوا عروض واتكلموا، بعتوا عروض واتكلموا والزمالك. هو فعلا رئيس النادي اللي ظهر ما في البرنامج مع عمر؟ انا اشك، بس خلينا اتكلم اكمل البدايه. في عرض من سانت اتيام، في عرض من جلطة سراي، في، لكن اللي عاوز اقوله اللي حصل من عمر ربيع ياسين في برنامجه في قناه محترمه هو نوع من الابتزاز المرفوض ونوع من الفضيحة الإعلامية التي يجب التوقف عندها طويلا. واحد، أولا عمر ربيع ياسين لا ينكر أنه شريك آدم ووكيل مصطفى محمد، ماشي؟ واحد، يعني الكلام ده بقوله لك على مسؤوليتي، عمر ربيع ياسين هو شريك آدم وكيل أعمال مصطفى محمد، يعني في شراكة، يعني في مصلحة. الإعلام لما تيجي تمارسه ما تتكلمش على المصالح، ماشي؟ خاصة وأنك أنت بتتكلم على نادي كبير في حجم نادي الزمالك. بس قبل أتكلم على التفاصيل يا أستاذ أحمد، أنا من هنا بوجه الشكر والتحية والتقدير للواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك والمستشار هشام إبراهيم على دورهم في التصدي لهذا الابتزاز المرفوض والغير مقبول مع نادي كبير في حجم نادي الزمالك. عمر ربيع ياسين معروف انتمائه، كان لاعب من لعيبه النادي الاهلي ووالده نجم كبير من نجوم النادي الاهلي ومدرب منتخب الشباب الاخير اللي خرج بفضيحه في تونس. اثنين، عمر ربيع ياسين يعني حضرتك اشتغلت في الاعلام، بس عاوز اسال سؤال. صديقي الدكتور طارق السعد نقيب الاعلاميين، هو حضرتك ما توقفتش ليه على موضوع الابتزاز الاعلامي اللي حصل ده؟ هل عمر ربيع ياسين وافق اوضاعه وحصل على تصريح من نقابه الاعلاميين عشان يطلع في برنامج زي ده ويستغله في الدفاع عن مصالحه؟ اثنين، ازاي عمر ربيع ياسين يجيب واحد من مدينه البعوث؟ ماشي. انا من وجهه نظري كده، من مدينه البعوث اللي هي بقى فيها كل الاجانب، ويطلع يقول لك انا رئيس نادي سانت اتيان. خلاص احنا متفقين هو رئيس نادي سانت اتيان، ماشي، لكن يقول لك لو ما وافقتوش احنا هنقول مين بياخد عمرات السمسره. لا، عيب. الزمالك عيب. الزمالك اخذ قرار برفع قضيه على رئيس سانت اتيان لو كان هو، ولازم كمان يختصم عمر ربيع ياسين ويختصم كمان المحط البرنامج نفسه. انا سؤالي حضرتك، بتقول ان عمر ربيع ياسين استغل شريك ادم، استغل مش شريك ادم، دي معلومه معروفه يعني انا عرفتها من حضرتك. استغل علاقته الاعلاميه، بمعنى ايه استغل علاقته بمنبره الاعلامي؟ استغل مفتاح تحقيق مصالحه. عمل ايه؟ عمل ايه هو حضرتك مصطفى محمد لما يروح نادي سانت اتيان بالمبلغ المعروض ده؟ عمر ربيع ياسين لشريك ادم هو 4.5 مليون دولار، وهم عايزين 5، هم عايزين يقسطوا، هم عايزين الزمالك عايز فلوس كاش. لا 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 حضرتك مش كده خالص. هو بيلوي دراعك، مش موضوع 4.5 و5 ونص، بيلوي دراعك. خد المعلومه الجديده، وكيل اعمال مصطفى محمد بعت خطاب النادي جلطه سراي قال له مصطفى محمد يرفض اللعب في جلطه سراي والزمالك لا يعلم واللاعب لا يعلم، عشان يروح سانت اتيان، عشان يروح سانت اتيان اللي هو ماسك وكالته ادم وعمر ربيع ياسين. ما ينفعش عمر ربيع ياسين يطلع يحقق مصالحه الشخصيه على حساب نادي كبير في حجم نادي الزمالك. طب هل فعلا ده رئيس نادي سانت اتيان اللي طلع معاه؟ انا على فكره لما بحثت في جوجل مش هو، لقيت اسم الراجل رومير ده، الصوره ده راجل عنده 72 سنه، الشكل مختلف، الشكل مختلف مش هو، ودي فضيحه اعلاميه ثانيه دي. ما ده لو ثبت يا فندم، ما هو لو ثبت ان هي فضيحه اعلاميه، بس انا اللي بتكلم فيه فضيحه اعلاميه من ناحيه الابتزاز. مفيش حد بيطلع يقول لك انت لو ما بعتليش فلان انا هفضحك. تفضحني في ايه حضرتك؟ انت ليك ايه عندي؟ عشان كده كان بيان اللي صدر من نادي الزمالك كان بيان قوي، كان بيان جدا قوي. بيان جريء، بيان محترم، يعني ما قالكش. انا بحيي اللجنه اللي بتدير يعني الزمالك ما تعاملش يا احمد بالمساله ان السكوت او الصمت لغه العظماء. لا 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 لا, لا. الزمالك لو حد قال له انت اعور هيطلع يجيب عينه الثانيه. وقال انا هرفع قضيه على الكلام اللي قال، وانا عايز اعرف، بلغ للنائب العام وعايز اعرف مين اللي عندي اللي عايز ياخد عمره. خد الجديد بقى، رد هو قال لك لا ده خد الجديد. طلع نفس الكلام اللي سربوه برضه الجماعه اياها، ان النادي سانت اتيان اعتزل الزمالك. خد الجديد، لم ياتي اي اعتذار نادي الزمالك، لم ياتي
اي اعتذار من الزمالك. يعني اذا المساله فيها فبركه. طب هم صرحوا قالوا ان الترجمه كانت خطا، انا كان قصدي على بعض الوكلاء مش بعض اعضاء في. يا سيدي ده لتحسين تزيين الصوره. عمر ربيع ياسين هو قاعد بيسمع الراجل بيكرر منه تاني، قول لنا مين اللي هياخد عمالات السمساره. ما انت هو حضرتك في ايه؟ هو المشاهد ده مش فاهم اللي اتعمل ده ابتزاز. وكان موقف الزمالك واضح. شكرا سياده اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على الموقف الجريء والشجاع، انك انت ما تعاملتش مع الابتزاز ده بنوع من الصمت لغه العظماء. في حد تاني يتقال عليه زي ما يتقال الا نادي الزمالك. يا اللجنه عمر ربيع ياسين استغل منبره الاعلامي في تشويه صوره الزمالك. اللجنه مختلفه بدليل رفضها لاحمد الشيخ لاطلاق حديث سابقا من في فتره من فترات ما، لما اطلق حديث قال كلام مش لا يليق بالزمالك. فاترفض رغم انه كان مجاني فري. ما هو ما ينفعش انت تشتمني وبعد كده انا هحتضنك يعني. فانا بالنسبه لعمر ربيع ياسين هو حضرتك تاريخك الاعلامي ايه؟ ولماذا تستغل منبرك في الهجوم او كل شويه عروض؟ يعني اسال حاجه تانية، حضرتك تعرف نادي جلطة سراي اللي اتبعت له وقال له مصطفى محمد يرفض اللعب لجلطة سراي، بعت عرض جديد ب 6 مليون دولار. بعت عرض جديد ب 6 مليون دولار. معلومه مؤكده يا فندم؟ نعم معلومه مؤكده. معلومه مؤكده عشان اوريك الابتزاز. ما ينفعش حضرتك تبقى سمسار وتطلع تبتز الانديه. أنا بقول سمسار لأن هي دي اسمك كده موصف الاتحاد الدولي، اسمك سمسار وكيل لاعبين، عمر ربيع ياسين وكيل لاعبين، وآدم وكيل لاعبين، فما ينفعش نطلع نبتز نادي كبير في لاعب صاعد اسمه مصطفى محمد كلنا نتوسم فيه خير ولسه صغير لا يدرك الأمور. وعجبني مصطفى محمد بعد الكلام الصادر قال مش هروح أي نادي. أنا بطلب من مصطفى محمد دلوقتي يفسخ العقد اللي بيني وبين آدم، ويفسخ العقد اللي بينه وبين عمر ربيع ياسين، عشان عمر ربيع ياسين وادم شركاء. انت عارف السماسره بيشاركوا بعض. انا فاهم وكل واحد فين بيدي التاني. فما ينفعش نستغل منبر اعلامي للترويج المعلومات خلطه وتوزيع اتهامات على ناس شرفاء. كل المسؤولين في نادي الزمالك الذي يقودوا نادي الزمالك شرفاء وناس ليهم مقامهم الاجتماعي. نائب رئيس محكمه، نائب وزير الدفاع، رئيس هيئه القضاء العسكري. لا ما ينفعش. لازم يبقى. وانا اتمنى من اللواء عماد عبد العزيز ان القضيه تستمر عشان كل واحد يعرف حجمه، مش اي حد يطلع يوزع الاتهامات. حضرتك توزع اتهامات في حاله واحده بس يا استاذ احمد، اذا كنت تملك مستندات واوراق. صح، تملك مستندات واوراق تطلع تقولها، لانك انت بتساعد الاجهزه الرقابيه وبتساعد الدوله في الكشف الفساد. لكن ما تطلعش توزع اتهامات. ليه؟ لان التشكيك في ذمم وضمائر الناس جريمه اخلاقيه وجريمه جنائيه. بالظبط ماشي حقيقة. انا شخصيا بطلع انتقد ناس كتيره وبطلع بس بطلع بورق، بس معاك مستندات. معايا مستنداتي وده بحب ده. لكن ما ينفعش اطلع اقول انا هقول الاسماء اللي هتاخد عمرته سمساره. لا مش صحيح طبعا. وانت لو شجاع ما تقول الاسماء كمان عشان تبقى جنايه مش تبقى جنحه. ما تقول الاسماء. وانا لما شاهدت الفيديو بسبب القصف والتشهير لقيت عمر ربيع ياسين بيسال الراجل اللي جايبينه من مدينه البعوث ده، اعتقد مدينه البعوث، بيساله قول لنا الاسماء مين اللي هياخدوا عمولاته سمساره. عمولاته سمساره ايه؟ كان رده عليه يا فندم. ماشي كان رده عليه قال له لو ما اذا لم يتم البيع لسانت اتيا هقول. لا حضرتك محدش يقدر يلوي دراع الزمالك. محدش يقدر يلوي دراع الزمالك. الغاء التفاوض نهائيا مع نهائيا نادي. وحتى مصطفى محمد حصل له نوع من الاحباط. قال لي انا مش هلعب لنادي بيسيئنا نادي الزمالك. مصطفى محمد نفسه حصل له نوع من الاحباط. لا وكان ليه تصريح جميل قوي، انا مش هلعب لنادي بيسيئنا نادي الزمالك. بالظبط. ايه ست تيان ده اللي ليه ادم وليه عمر ربيع ياسين ويستغلوا منبر اعلامي اصل فيه عمولات؟ الناس كلها المسؤوله عن اداره نادي الزمالك ناس شرفاء، ناس ليهم قيمه اجتماعيه، ناس لهم قدرهم وحجمهم. ما ينفعش. نطلع فاصل. اتفضل. نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معنا. الانسان اللي قدامكم ده يا جماعه بجد على قد ما هو فعلا مهندس شاطر، كمان على المستوى التعامل وانت بتتعامل معاه فيس تو فيس كده حاجه بجد ده اكتر حد وقف معانا وقف جنبنا وعشان يظبط لنا البيت من اوله لاخره علي الزناتي. فعلا اسعاره وهميه
جدا جدا بجد محترف قوي في شغله فعلا شغل بروفيشنال. انا حابب اشكر مين؟ علي الزنات. الراجل ده شاطر جدا 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 واسعاره ارخص من السوق بالالوفات. يعني لو انت بتعمل مثلا حاجه في السوق بثمنها كذا عنده هتلاقيها ارخص كتير جدا، وبيقدر ان هو يقسط لك ويعمل اي حاجه نفسك فيها. من الاخر الشخص ده وفر عليا فلوس كتير جدا. وكمان يا جماعه بيعمل حاجه جميله جدا، بيعمل فصل على كل منطقه فتره. كل الناس اللي عايزه تجدد بيتها او تعمل بيتها من اول وجديد، او كل عريس وعروسه مثلا جابوا بيت وعايزين يعملوا ديكور وعايزين يظبطوه، فعلا اسعاره وهميه. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل حوارنا الشيق مع الاستاذ عبد الشافي صدقي. انت منفعل؟ لا مش حكيته منفعل، يعني انا عمر بحترمه تمام. وبحترم كابتن ربيع. على فكره كابتن ربيع يمكن من انسان جميل من على فكره امبارح انسان جميل. اتصلت بيه تليفونيا كان في استفسار بستفسر على تقرير لجنه تقصي الحقائق الخاصه بفضيحه منتخب الشباب وراجل مؤدب يعني ربيع ياسين عمره يعني شخصيه مؤدبه جدا مهذبه جدا متدين. وكمان ربيع عمر نفسه مؤدب يعني ابوه رباه كويس، بس ما ينفعش مصالحك تخليك تتجاوز مع الاخرين. يعني هو لسه صغير لا لسه صغير لازم يتعلم اصول المهنه يتعلم اصول مهنه. قلت لي هنفرد بخبر هنفرد بخبر للبرنامج عندك. ايه هو الخبر بقى؟ لا 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 مش هو الخبر، هو في سياق الحديث لما احنا بنتكلم هنتكلم في هنوصل ليه. لا عايزين نعرف الاستاذ مشاهدين ايه الخبر. يعني هو انتخابات اتحاد كره القدم حتى الان محدش عارف راح فين، بس المعلومه اللي عندي او ما تم تسريبه لي ان في لجنه جديده هتدير اتحاد كره القدم تاني بعد لجنه بعد بعد ثلاثيات نجيب محفوظ. والله هيبقى في لجنه ثلاثيه برضو ولا خماسيه؟ لا ما اعتقد ممكن تكون ثلاثيه. ثلاثيه يوم 30 يناير؟ يوم 30 يناير يعني يوم 30 يناير السيد احمد مجاهد سوف يترك رئاسه. بس على فكره خلينا احمد مجاهد اتكلم عليه شويه. تمام. الكابتن المهندس احمد مجاهد انا كنت معترض على تعيينه رئيس اللجنه الثلاثيه. تمام. ليه؟ واعتراضي له ما يبرره، زي ما قلت محدش يقول حاجه بدون مبررات. تمام. مبرره انه هو كان عضو مجلس اداره في اتحاد اللي تم رحيله اللي هو كان مسؤول عن الـ عن الـ عن الفشل في كاس الامم الافريقيه. كاس الامم الافريقيه. فكيف يتم تعيين واحد من اعضاء هذا الفشل رئيس اللجنه الثلاثيه؟ ماشي اتفقنا على ده، لكن هو عمل حاجات لازم انا اشيد بيها. واحد، احمد مجاهد لما جاء لقى الدنيا مش ربيع في اتحاد كره القدم، لقى الدنيا فوضى، ان اللجنه الخماسيه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني كانت بتطلع لما يعين مجموعه مجاملات في اتحاد كره القدم بتكلف اتحاد كره القدم في التسويق وغيره كام؟ 610 ألف جنيه في الشهر. 600,000 جنيه ويتم تعيين كمان، يعني 600,000 جنيه دي مرتبات ناس متعينه بالمجامله، منهم سواق احمد شوبير اللي ما بيروحش ضمن الناس اللي تعينوا في اتحاد كره القدم. تعيين ايه يا فندم سواق كابتن احمد؟ والله هو شالوا واحد في المخازن اسمه وليد كمال او محمود كمال وهو جه مكانه، بس ما بيروحش، بس اسمه موجود في الناس المعينين ضمن 610,000 ولسه موجود في اللي بيدفعها بعد كابتن احمد بعد في كشوف المرتبات موجود يعني بعد لا مش مشاه خلاص ماشي. الحاجه الثانيه اللي عملها برضو ان جه لقى الاستاذ عمرو الجنايني عين 23 صحفي في اللجنه الاعلاميه بيكلفوا الاتحاد 100,000 جنيه في الشهر. كام صحفي يا فندم؟ 22 صحفي. 22 صحفي بيكلفوا الاتحاد 100,000 جنيه في الشهر. هو حضراتكم يا فندم الاتحاد ده مش ملك الدوله ولا ملك مين، يعني عزبه مين؟ فانا ده من هنا بشيد بيه. دي معلومات موثقه عند حضرتك؟ طبعا. انا بشيد باحمد مجاهد على قراراته، بشيد بيه على حركه التطهير اللي حصلت في اتحاد كره القدم، ان بدا يشيل الناس اللي جم مجاملات هيمثلوا عبء مالي على اتحاد كره القدم. يعني مثلا الاستاذ عمرو الجنايني عين 9 في لجنه التسويق، هو لجنه التسويق ده حضرتك فيها كام يعني؟ ومحدش بيروح بس بيقبضوا مرتبات. الكلام ده انا بقوله معلومات موثقه. فانا اذا كان انتقدت احمد مجاهد فهنا باشيد بيه عشان خد قرارات ليها علاقه بمساله. انتقادك ليه بقى كان ليه يا فندم؟ انتقادي ليه ان هو من المجلس المنحل وتم تعيينه رئيس اللجنه الثلاثيه. مش منحل، هو المجلس المستقيل. المستقيل منحل مستقيل عشان نكون واضحين بس ماشي.
الحاجة التانية كمان اللي عملها أحمد مجاهد إنه الاتحاد اللي عمرو الجنايني قال لك الفار اشتغل ما اشتغلش نعتمد نتيجة المباراة. يعني إيه يا عم؟ أحمد مجاهد أول واحد انتقد صفقة الفار وقال دي صفقة عليها علامات استفهام كبيرة، وبدليل إنه دلوقتي بيدور على شركة جديدة. علامات استفهام كبيرة زي لما جابوا لك عربيات مستعملة وكاميرات مستعملة، وكمان الأمر مش تمش بالتعاقد ولكن تم بالإسناد المباشر إن الماتش ب $3,000. 3000 دولار الاستاد المباشر لاستاد المشاهدين بس، يعني مفيش مزايدة مفيش مزاد مفيش حد. يعني مثلا المفروض 3 عروض تتقدم، أرخص عرض أنا بقبله، فبالأمر المباشر أنا تعاقدت مع الشركة دي مباشرة دون عروض رسمية من شركات أخرى. بالظبط. فده اللي بقوله بس بعرف الاستاد المشاهدين يعني ايه هو الأمر دي المباشر. على حاجات كتيرة بدأ يعالجها ويفتش فيها، هو بصفته انه موجود كان في اتحاد كرة القدم، فعارف كل الخبايا الموجود، كل الخبايا الموجودة عارفها أحمد مجاهد. أنا بقول لك أنا ما انتقدتوش انتقاد شخصي، هو له كل التقدير والاحترام، وعلى فكرة عنده 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 خبرة في الإدارة. لا شك في وجود خبرة في المجلس ماشي المستقيل كله، لكن بس المجلس اللجنة الخماسية دي خلت الاتحاد الكرة خماسيات، الكل عاوز يعين قريبه، عاوز يعين بنته، عاين خالته، كله بيتعين في اتحاد كرة القدم. فعشان كده رصد مخالفات كتيرة موجود. كمان اللجنة الخماسية دي كانت هتعمل مصيبة لولا تدخل الوزير لما عرضت اوتوبيسات والسيارات الملاكي من ماركات عالمية للبيع ايه؟ خردة، وهي موديل 2017. موديل 2017 ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين خد دي بقى، العربيات دي عملوا لها مزاد وكان هيبقوها في مزاد بعد ما كانت مختفية، اختفت وهي موديل 2017 ولقوها في الشرقية وهي موديل 2017 بالظبط. عربيات ماركات عالمية، مش هقدر اقولها في برنامج عشان ما يبقاش اعلان. 2010 المفروض ان هي تخش ماشي ولا 2010 يعني حتى التقرير اللي صدر من الجهات الرقابية ومنظمة الرياضة قال هنا حالتها ممتازة، حالة جيدة. ففي حاجات كتيرة ما ينفعش نخش بالظبط. وقفها وزارة الشباب والرياضة وارتكبتها اللجنة الخماسية، اللجنة الثلاثية. انا ليا تحفظات على بعض الامور، لكن مش معناها ان انا ما اشيدش بالقرارات الكويسة اللي صالح الكرة المصرية اللي خدها أحمد مجاهد الذي يدير لوحده في اتحاد كرة القدم. اللي أنا بقوله لك الخلاف والصدام مع اتحاد كرة القدم ما بين مع الفيفا مع ظروفنا، لأن مصر لها ظروف خاصة، إحنا عندنا وباء زي بقية كل دول العالم، والحكومة المصرية خدت قرار بتعليق الجمعيات العمومية بدليل مصر بتلعب كأس العالم. وبالمناسبة أنا ببارك المنتخب مصر حصوله على العلامة الكاملة وصعوده للدور الثاني لبطولة كأس العالم، تشرف جدا كأس العالم مبهرة، أبهرنا العالم بصراحة. قدمنا حفل افتتاح رائع والأروع في كرة اليد، حضور فخامة الرئيس في الافتتاح اللي بقى حديث رسالة. العالم دي رسالة، دي رسالة للعالم، رسالة للعالم كله، رسالة احنا من هنا بعتنا رسالة للعالم، هي دي مصر وهي دي عظمة المصريين جدا قدام مقدونيا. لا مقدونيا ده كانت يعني الفرق ضعف، يعني انت 38-19 يعني ما كفايه قوي جدا جدا، وعلي زين كان بيقدم على اعلى مستوى، علي زين مستوى. وكل الفريق على فكره بس هو رجل المباراه وليد حسن لان بصراحه عمل ابدع في المباراه دي. المرمى بصراحه كان النهارده مطلوب من منتخبنا الفوز على السويد عشان تصدر المجموعه، بس منتخبنا هو صعد. انا ليه انتقلت بسريعا لكره اليد؟ عشان بقول لك في اماكن احنا فيها علامه ضوء، في فرحه، انا مبهور ان مصر قدمت الصوره دي للعالم، افتتاحها لاعلى مستوى. ماشي احنا جايبين مخرجين من اسبانيا وجايبين حاجات كتيره جدا بنبهر بها العالم، كل قنوات العالم. اللجنه الاولمبيه والرياضه المصريه، اللجنه الاولمبيه سبب ازمه اتحاد كره القدم، اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس شبح حطب هي سبب ازمه اتحاد كره القدم، لان كل شويه يطلع الاستاذ هشام حطب يقول لك اصل مخالف للقانون. يا استاذ هشام حضرتك اقرا القانون، اقرا القانون، القانون مش مخالف ليه خالص، قانوننا متفق مع المواثيق الاولمبيه ومتفق مع كل الدساتير الرياضيه في العالم، واحنا نحترم المؤسسات الدوليه. مصمم ان الانتخابات بعد اللجنه الاولمبيه وما تعملش دلوقتي، لدرجه الاتحاد الدولي قال حطب ده متدخل ليه؟ ده طرف ثالث، سماه الطرف الثالث، يعني اطلق عليه الطرف الثالث، انت تدخل ليه؟ احنا رجعنا اللجنه الاولمبيه الدوليه برئاسه توماس باخ اللي هيحضر نهائي كاس العالم لكره اليد هنا في مصر، وسالنا القانون المصري ليه يتعارض مع المواثيق الدوليه. فكل المطلوب مننا ان الاستاذ هشام حطب يسكت عشان
اللجنه الثلاثيه وعلشان المسؤول المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم يعرف يتفاوض مع الفيفا ويقنعه احنا عندنا ظروف زي بقيه كل دول العالم عندنا ولا بد من احترام ظروفنا. عايز اقول حاجه، الاتحاد الدولي بيحترم ظروف الدول يا فندم، الاحترام الاتحاد الدولي بيحترم سياده يا الدول يا فندم. يا فندم انتخابات برشلونه لرئاسه مجلس الاداره تاجلت بسبب الوباء. انت جاي انتخابات برشلونه، انا بكلمك على كاس دوري اولمبيه اتاجلت. انا بقول لك حاجه يعني اكتر من حاجه قليله جدا. طب خد دي بقى، مش الاتحاد الدولي اللي هو بيشرف على الاتحادات الاهليه؟ اه طبعا. الاتحاد الدولي الغى كاس العالم الشباب وكاس العالم الناشئين. كاس العالم الشباب والناشئين عليه عشان وباء كورونا. احنا لو اتقال له كده وتفاوضنا كده، لكن في حد بيلعب ورا الستار، وساعتها في مره تانية هطلع معاك واقول لك مين اللي بيلعب ورا الستار عشان يثير ازمه. مش هقول اسمه دلوقتي، انا قلت اسم هشام حطب عشان ده بيتمسك بالقانون، يعني شايف نفسه واللي بيدير الرياضه المصريه. على الرغم لو ارى الفقره 3 الماده 3 من قانون الرياضه مختلف عن تصريحاته، هيلاقي نفسه ان هو دور انتهى. اللي هو ده دور انتهى، ان كل الهيئات الرياضيه توفق اوضاعها ثم تنطلق النهضه الرياضيه. انا معترض على قانون الرياضه 77/2017. هتقول لي معترض ليه؟ اقول لك معترض لانه غل سلطه الدوله المصريه، غل ايد الحكومه. لازم الدوله تبقى قويه، هي اللي تدير الرياضه وهي اللي تتحكم وتتصرف في الرياضه. ده كان وجه اعتراضي على هذا القانون. لكن لو هو ارى الفقره 3 بعد اللوائح الاسترشاديه وتوفيق الاوضاع، حضرتك مالكش دور لانك انت هيئه رياضيه، لا تتغول على هيئه تانية. يعني ما تدخلش تقول انا مثلا هحل نادي طنطا، مالوش انت حضرتك مش لك علاقه. نادي طنطا تبع الجهه الاداريه. عشان انا من طنطا، انا فهمت. عشان انت من طنطا. ماشي اتفضل. ماشي. فعشان كده بقول لهشام حطب عليك التزام بادوارك، لكن اللي بيلعب ورا الستار في الوقت المناسب. هقول لك مين اللي بيلعب ورا الستار في الاتحاد الدولي وعامل الازمه دي وكل شويه وكل شويه وكل شويه عينوا لنا لجنه بدات بخماسيه ثم ثلاثيه. عاوز اقول لهم اللجنه الثلاثيه اللي جايه مصريين هيتم اختيارهم. مختلفين عن اي حد سمعنا عنه قبل كده؟ مختلفين. مختلفين. توقعاتك ايه للاهلي في كاس العالم للانديه؟ التوقعات بدات. يعني لما اوكلاند سيتي انسحب خلاص، خلاص الاهلي خلاص يعتبر تقدم. بس خلينا نتكلم على حاجه ثانيه. البعض اللي طلع يتكلم قال لك اصل اوكلاند سيتي انسحب فلازم يدخل الزمالك. لا، هو حضرتك يا فندم اسمح لي يا احمد انا اشرح. هو حضرتك عواطفك تاخدك لده، قولها ده بينك وبين اصحابك. لكن لما تطلع في الاعلام تتكلم، اتكلم على قدر المسؤوليه. ايه على قدر المسؤوليه؟ انا بستغرب بصراحه من التصريحات دي. يعني ايه على قدر المسؤوليه؟ اسمعني يا احمد، فين الفكر بس هنا؟ يعني فين الفكر هنا؟ اوكلاند سيتي يمثل منطقه الاوقيانوس. بالظبط. اوكلاند سيتي بالظبط يمثل منطقه الاوقيانوس. بالظبط. يعني الاتحاد الدولي لو عاوز يرشح حد هياخد الاوقيانوس. لابي. ماشي. ليه؟ لان افريقيا يمثلها النادي الاهلي. حضرتك اتكلم بمفهوم اللوائح. كمان كاس العالم للانديه لها لائحه، لها لائحة اسمها لائحة المسابقات. بتقول شروطها 1 2 3 4، مين اللي شاركوا ومين اللي ما شاركوش. هو في تعديل ان 24 نادي هيشاركوا، بس مش جاي. مش البطوله دي، البطوله اللي جايه. فانا على اللي يطلع يتكلم للناس عشان ما يدغدغش مشاعرهم لازم يكون فاهم فعلا، مش لعب. حافظ فعلا فعلا لعب بمشاعر حضرتك. ما ينفعش الزملكاويه، ما ينفعش فعلا. تطلع تقول انت بتديهم امل وبعد كده الامل. الزمالك بصفته، هل الزمالك دلوقتي انضم لمجموعه الاوقيانوس؟ لا ما ينفعش. هيحل محل اوكلاند سيتي؟ لا ما ينفعش. اوكلاند سيتي بيمثل قاره الاوقيانوس في الاتحاد الدولي. صح ولا لا؟ زي كوبا كاب. انا عايز اوضح حاجه معلش برضه، يعني انا عايزك برضه ايه معانا واحده واحده. جايز يكون هو قال كده بناء ان ما حدش هيختار، ان الاتحاد الدولي مش هيختار من اوكلاند دوله فرقه ثانيه تلعب. يعني خلاص هو ما عندوش معلومه. هو لا، هو اصلا خلاص اوريدي يا استاذ احمد. هو اتكلم عواطف اوريدي. ايه؟ لا اوريدي هو حد الاتحاد الدولي اعلن ان المنطقه دي كلها ما فيش طالع منها، مش هيطلع منها. لا اكيد اوكلاند سيتي في انديه ثانيه كتير احنا نعرفها. هو حضرتك رحت نيوزيلندا وشفت اللي بيحصل؟ لا ما رحتش نيوزيلندا بصراحه. طب خلاص يبقى هم عندهم كتير يعرفوا. الاتحاد الدولي اضرب. هم لما عملوا طب واشمعنى الاتحاد مشمعنى الكره الافريقيه؟ ما ممكن من الاسيا، ممكن من لا ما ينفعش حضرتك. لا يعني انا اللي انا عايز اوصله للي قال التصريح ده، يعني ما ينفعش حتى يتقال. انا عايز اوصله له ان انت اشمعنى اخترت الزمالك؟ ما في
اسيا عشان يدغدغ مشاعر، عارف ان جمهور الزمالك جمهور كبير فقال لك ادغدغ مشاعره وخليه يحتقن. ليه العب على مشاعر الجمهور بس مش اكتر يعني. انت لا عندك معلومه ولا قاري ولا مذاكر ولا عارف لائحه كاس العالم للانديه ولا عارف لائحه الانديه اللي بتشارك ازاي. لازم يكون بطل القاره بتاعته، يعني البطل لما يكون الفريق من المكسيك يبقى هو امريكا اللاتينيه، امريكا اللاتينيه، امريكا الشماليه، اوروبا، افريقيا، اسيا. فرقتين في البرازيل هيلعبوا النهائي، واحد فيهم هيوصل لكاس العالم للانديه. بالظبط يعني انا بتكلم ان لازم يكون واحد فاهم اللوائح، فاهم بيقول ايه، فاهم بيقول ايه. غير الفريق المنظم، يعني الفريق المنظم الدحيل ده ولا البحيل في قطر ما اعرفش اسمه ايه، الدحيل كان عايز يتعاقد مع فرجاني ساسي. فرجاني ساسي بس فشل الصفقه خلاص. هيجدد للزمالك فرجاني ساسي اعتقد كده، يعني حتى الكلام اللي طلع قاله اللواء عماد عبد العزيز قال احنا عندنا فلوس ما عندناش مشكله في الفلوس، بس ده تطمين لجماهير الزمالك، وده كلام واضح وصريح ان الزمالك نادي غني، الزمالك اداره قويه، بدليل البيان القوي اللي صدروه ضد الابتزاز اللي حصل من عمر ربيع ياسين وضيفه اللي اعتقد انا من وجهه نظري بشك فيه، هل مدينه البعوث؟ لاني انا لما بحثت في جوجل لقيت الصوره بتاعت الراجل رومير، رومير هو مش هو الراجل ده، ده عنده 77 سنه وده صغير شويه وبيتكلم بلهجه السماسره. في البعض قال لك اصل ده سمسار في سانت اتيان، في بعض السماسره قال لك لا ده ساكن في مدينه البعوث، بعض الناس لان احنا ما لقناهوش على فكره. ايوه كان وات ايفر ما طلعش برئيس اسم نادي ما لقناهوش موجود. ما لقناهوش موجود في الجوجل، لجوجل طلع لنا رئيسين، رئيس تنفيذي ورئيس. الرئيس التنفيذي ده زي المدير التنفيذي يعني اللي هو بينفذ سياسات. دي مش قضيتنا، لكن انا عاوز اقول محدش يلعب مشاعر جماهير الزمالك الكبيره ويقول اصل الزمالك يلعب. حضراتكم مش فاهمين فما تطلعوش تلعبوا مشاعر الناس. الزمالك ما يلعبش عشان مش هو بطل افريقيا. كمان اوكلاند سيتي يمثل منطقه الاوقيانوس، وهي منطقه الاوقيانوس دي منطقه لوحدها اصلا زيها زي قاره افريقيا. هم ليه قسموا العالم على فكره؟ اسرائيل تبع اوقيانوس. لما قسموا الاتحاد الدولي مناطق قسموها علشان كل منطقه بها بطل، يعني قاره اوروبا ليها بطل، افريقيا ليها بطل، اسيا ليها بطل، امريكا الجنوبيه، امريكا الجنوبيه، امريكا اللاتينيه ليها بطل، الشماليه ليها بطل، والشماليه يمكن ضموا لها حاجه اسمها الكونكاكاف. كونكاكاف افضل كونكاكاف عشان تبقى الكلام واضح. انت لما يكون عندك معلومه فنزويلا وبيرو واورجواي وباراجواي فانا لما اتكلم امريكا الشماليه فنزويلا وبيرو مش عارف اللاتينيه اللاتينيه امريكا اللاتينيه شماليه الولايات المتحده الامريكيه وكندا ومنطقه الكونكاكاف كلها اللي هي المنطقه اللي كان مستولي عليها الحرامي الفيفا اللي هو نائب رئيس الاتحاد الدولي دلوقتي محبوس يعني فلاتر ولا لا 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 النائب بتاعه بلد معروفه كده اللي طلب رشوه من مصر عشان لما طلبنا تنظيم كاس العالم كاس العالم كاس العالم 2010 حاليا محبوس هو حضرتك بتقول طبعا كل اصحاب وقعه الملايات في الفيفا اللي اتلفوا في الملايات يعني البروس دخل عليهم ولفهم في الملايات في كتاب في كتاب في كتاب فعلا في كتاب ايوه اسمه الاجلي جيمز الاجلي جيمز او اللعبه القذره او الوقحه ده كتاب طلعته ساندي تايمز صحفيين شبان قعدوا 3 سنين يبحثوا عن الحقيقه ومعهم وثائق الكتاب كله عندي على فكره الكتاب عملوا في شخصيات مصريه جوناثان وعملوا والصحفيه الشاطره اسمها هايدي عملوا الكتاب ده موثق بحوالي اكثر من 600 صفحه موثق بالمستندات ونش على فكره كان في معرض القاهره ده الكتاب في اسماء في اسم انا بريد على فكره هذا الكتاب فيه اسماء كتير في اسم الكابتن مصطفى فهمي في اسماء كتير في فرح قده في اسماء كتير في الكتاب ده انا قريته من الجلده للجلد على فكره قبل لا يجي كان في صعوبه ان انا جبته من لندن من ساندي تايمز يعني من زمان قديم يعني من بعد مصادر مباشره فاللي انا عاوز اقوله ما حدش يلعب مشاعر جماهير الزمالك ارجوكم اللي مش فاهم ما يتكلمش ولا احد يدعي ان هو اعلامي انا انا خريج اعلام ولكن يعني لازم اراعي معايير الاعلام وفي مؤسسات كمان تراقب وتدقق نقابه الصحفيين نقابه الاعلاميين دي بتراقب ده لازم الاعلامي ده لازم يبقى مثقف اذا كان رياضي يبقى قاري كان سياسي يبقى قاري على الرغم ان انا مش سياسي لكن رياضه ومتابع المؤسسات الدوليه فيها ايه لازم يبقى متابع
زي يكون مذاكر جيد للاحداث بالظبط. انما مش صريح. انا مشاعري خدتني وصريح. والزمالك ليه ما يلعبش في كاس العالم للانديه؟ يعني واكون بالراحة. واكون صريح واكون صريح بالراحه وكلامي من موقع من مستندات من 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 اكون مستند على الحقيقه فعلا. ده لما هتكلم على على لا جمهور ولا منظمه مدوار الناس بالظبط لازم معايا وثائق. ما اطلعش اقول لفلان ده بياخد رشوه حضرتك معاك اثبات فلان ده هياخد عموله حضرتك مأكد الكلام ده معاك وثيقه من ده تثبت الكلام ده اثبت الكلام ده صح والا انت بتشكك في ضمائر وذمم الناس لكن لو معاك وثائق اطلع قولها. انا بشكر حضرتك جدا على الحلقه الجميله ديت وكان نفسي اناقش حضرتك في اكثر من موضوع بس الوقت اخذنا. اشكرك استاذ احمد بشكرك جدا يا فندم وكنت منورني الحلقه دي. الله يخليك. دي كانت حلقتنا استاذ المشاهدين مع الاستاذ عبد الشافي صادق ناقد رياضي بجريده الاهرام. أرجو أن تكونوا استمتعتوا معنا وإلى اللقاء الحلقة أخرى. أشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.